جوابا على سؤالكم حول عدم حضور التعاضدية الفلاحية للتأمين للدورة، وأن أعضاء الغرفة كانوا يعقدون على ذلك أمالا كبيرة، فأقول لكم على أنني لا أحمل المسؤولية للمامضة لأنها لم تحضر، ولكن أحملها لرئيس الغرفة وللمكتب المسير للغرفة الذين لم يتخذوا الإجراءات السابقة لضمان حضورها، حيث أن عدد من المتدخلين في المجال الفلاحي يستدعون ولا يحضرون، وليس لمامضة وحدها، وبالتالي فإن حضورها أو عدم حضورها قد لا يكون لها تأثير. أنتم عاينتم حتى من حضر لم يقدم أجوبة، وكذلك الأمر سيكون بالنسبة لمامضة، لأنه أمر الفلاح فيه إهمال كبير وفيه تراخي من جميع الإدارات، لأن الفلاح اعتاد أن يصبر، أن الفلاح معطيه الصبر، وأن أي خصاص أو أي أزمة يعني يتم حلها على حساب الفلاح. وأنتم لاحظتم على أن الإعانات أعطيت للوبيات استيراد المواشي وللوبيات استيراد الأبقار، ولم يلتفت أحدا إلى الفلاح ككساب كذوي دخل محدود، وعليه فإنني أحمل المسؤولية في عدم حضوري لمامضة للرئيس وللمكتب المسير للغرفة الفلاحية، لأنهم لم يعطوا لنفسهم القيمة الحقيقية لكي يحترمهم الغير، وبالتالي على أنه وإن حضرت فلن تساهم بأي حل ولن تقدم الحل، لأن ليس لها الحل، وإنما الحل يكبرها بكثير، والحل يوجد بالرباط. شكرا لكم.